السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صامودي. هذا النهار إن شاء الله غادي نتكلموا على واحد الموضوع مهم ومهم بزاف، وأنا كنظن أنه هو المركز ديال تربية الأرانب، يعني هو اللب ديال فكرة ديال تربية الأرانب، وهو وقت تلقيح أنثى الأرنب بعد الولادة. يعني راه الحقيقة تبعوا هذه الحلقة، راها مهمة مهمة بزاف. إذا لاحظت في لي كومونتير اللي كيجيوني على الرسائل أن الكثير من المربين ديال الأرانب كيتشكاو من هذا الموضوع ديال أن الأرنبة الأم كتموت لهم بعد الولادة مباشرة، أو أن الأرنبة الأم كتولي ضعيفة، كتولي ضعيفة بزاف بعد الولادة، كتولي هزيلة وضعيفة بزاف، أو أن هناك الأرنبة الأم اللي كتشرق ولادها بعد الولادة. يعني هاد المواضيع كاملين اسمه هو الحل باش نحيدوا هاد المشاكل المتعلقة بالأرنبة الأم. غادي نقول لكم واحد الحاجة وهي في الحقيقة مفاجأة. فالكبار ديال المربين، مربي الأرانب، يعني احنا كنقولوا الكبار يعني هذوك اللي محترفين وعندهم مزرعات وعندهم عدد كبير من الأمهات وكينتجوا واحد العدد، يعني عايشين من من من, من الأرانب. تخيلوا أنهم كيزوجوا الأرنبة الأم 5 مرات في السنة فقط، أي 5 بطون، يعني 5 مرات على طول 12 شهر، يعني معدل ديال 50 أرنب في السنة. يعني احنا نقولوا أن كل أرنبة كتولد 10، كل بطن عفوا كتولد 10، يعني 5 في 5 هي 50 أرنب في السنة كلها. إذا المشكلة عند المبتدئين هو اسمهم، هو أنهم كيبغيو الربح السريع، يعني باغين يخليو الأرنبة كآلة ديال الطباعة. أنا كنسميها دي يعني شحال المواضيع حضرت عليهم في هذه القضية ديال آلة ديال الطباعة، يعني فيما تولد صافي خاصها عاوتاني تولد عاوتاني، والحالات ما يهمش، لأن حالة مختلفة على حالة ما يهمش، لا هذا خطأ. في الحقيقة كل ما احنا يعني المبتدئين شنو كنديروا؟ كنديروا كل ما كيتم الولادة كيتم التلقيح ديالها في نفس اليوم، وهذا هو أكبر خطأ. علاش شنو كيحدث؟ أولا الأرنبة كتبغي ترضع الصغار ديالها، شنو كتلقى راسها في حيرة، كتلقى راسها كترضع الصغار ديالها وكتلقى راسها عشار عاوتاني، وخصها شنو دير؟ خصها تساعد الولادة التالية عاوتاني وهي باقا عاد صغيرة في السن. اش كاين اللي كيعطيها قل من 5 شهور عاوتاني؟ هذاك مشكل، خاصها تفوت 5 شهور وتعطيها للذكر. منين تعطيها للذكر ولدت تخليها واحد الفترة باش كتسترجع راسها. اما باش نبقاو فيما تولد نعطيوها عاوتاني للذكر، كتولي هي كتخربق، كتولي ما حيلتها ترضع، ما حيلتها توجد الولادة، خصوصا انها كتضعف. اذا كانت ضعفت كتولي خاصها ترد، كتولي هزيلة بعد ما كتولي يعني شرويطة، حنا كنقولوا صافي ولات غير عظم. اذا الطريقة الصحيحة هي انه يجب ترك الأنثى الأرنبة مدة كافية باش ترجع، كتسترجع يعني بعد الولادة باش تسترجع الصحة ديالها، وذلك بتتبع كل حالة على حدة. يعني كل نتوة خصك تراقبها على حدة، كاين نتوة اللي هي هكاك عطيها الله كتصبر، كاين نتوة اللي مسكينة غير كتولد صافي كتفشل. إذا شنو خص نعطيوها أولا فيتامينات، ثانيا املاح معدنيه، وهادشي راه كلشي رخيص، راه ماشي يعني كتشري واحد الباكيه راه كتضرب لك مده، يعني كتقدر تدوز بها القطيع ديال كامل. كاين الفيتامينات وكاين الاملاح المعدنيه، وكاين في هذه الفتره ضروري انكم ديروا لهم السيكالين الخاص بالحليب، السيكالين ماشي ديال التسمين بوحدو، وكاين واحد السيكالين خاص بالحليب. وقضية ديال التفاف، يعني واحد النبات ديال التفاف ضروري، ديما كنهضر عليه في الفيديوهات، راه ضروري وضروري مؤكد. المعدنوس كذلك بواحد الكميات، يعني حاولوا انكم ما تكثروش منه، لان يعني
في الفترة ديال الولادة حاولوا أنكم تعطيوا الأنثى نص ربطة، نص قبطة راه كافية لمدة يومين، يعني هاد النهار الغد ليه، عاوتاني من تولد عاوتاني هاد النهار الغد ليه صافي، وما تعطيوهاش بزاف لأن ممكن يدير لها الإسهال. القضية ديال الفطام من الأحسن، من الأحسن أن نفطموا على 35 ماشي على 30، لأن كاينين واحد الضوابط خصنا نتبعوها في هذا الموضوع، وهي كالتالي: إلى الأرنبة ولدت، أنا نعطيكم هذا الشيء يعني بالنسب، إلى الأرنبة يعني أول مرة ولدت لكم خمسة، ولا احنا كنقولوا قل من خمسة، الا ولدت لكم قل من خمسة خاصها تلقح بعد 10 ايام باش تقدر ترجع الطاقه ديالها، وفي نفس الوقت كتفطم على 35 يوم، لان 10 ايام راه شايطه لها 5 ايام باش ترتاح، لان هي كتولد على 30 31 حتى 33. هذه اللي ولدت قل من خمسة. اما الا ولدت من خمسة حتى لسبعة خاص يتعاودوا تلقحوها في اليوم 12 منين بعد الولادة، يعني بعد الولادة حسبوا 12 يوم عاد ممكن أنكم تلقحوها إذا كانت والدة من خمسة حتى لسبعة ديال الصغار. وهذه الحالات بجوج يجب مراعاة أن الأرنبة سعادة قوتها وصحتها ووزنها، ماشي انا كنقول لكم هذا الشيء يعني داك الشيء بالتدقيق، ديما كنقول لكم كل حاله على حده، كاين اللي كتسترجع الطاقه ديالها دغيا دغيا والوزن ديالها ماشي مشكل، كاين اللي باقا ناقصه شويه زيدوا على هاد 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 الارقام اللي عطيتكم. اما هذا هو راه هي اللوب ديال هاد الحلقه هذه. اما الا ولدت فوق من 8، يعني ولدت 8 9 10 11 12، كاين اللي كتولد حتى 16، فمن الاحسن تركوها 28 يوم، يعني شهر خاصكم تعطيوها ديال الراحه. علاش؟ باش تهتم بالصغار ديالها وترضعهم مزيان. اذا بهذه الطريقه هذه شنو غادي يوقع؟ غادي يكسب المربي ام بعدا ما غاديش تموت له، غادي يربح ام يعني كتولد بواحد الطريقه مزيانه، كتهتم بالصغار ديالها، ماشي مربجه مسكينه مع واش هي كتولد ولا راها حامله ولا المهم كنخربقوها، لا خليها تهتم بالصغار ديالها الا كانت والده اكثر من فوق 8، فوق 8 راه خاصها تهتم بهذوك 8 ولا 10 ولا 12، راه بزاف، راه مسكينه راه باش تفطم على 35 يوم خاصكم تعطيوها واحد الفتره ديال الراحه على الاقل شهر. شهر 28 يوم حسبوا عاد باش ممكن انكم تعطيوها للذكر. بهذه الطريقه اسمو غادي يربح المربي، غادي يربح ام مزيانه، غادي يربح هذيك الام كتهتم بالصغار ديالها، وغادي يربح ان الفطام ممكن يوصل له الوزن ديالو 850 غرام على الاقل، راه كاين اللي كيفطم على 35 يوم على 900 غرام، تخيلوا 900 غرام وانتم باقي ما كلتو ما صرفتو ما شريتو سيكالين، غير الحليب يوصل لكم 850 غرام حتى 900 غرام، تخيلوا. لان المربي اسمه علاش كيربي؟ باش يربح. راه كونوا متاكدين الا مشيتو تدرتو العكس راه كاع هاد الشيء كله غادي تخربق لكم. علاش؟ لان غادي تضيعوا الام اللي كتنتج مشيتو ضيعتوها، ما بقاتش بلي راه ولدت لكم ولدت الاولى والثانيه والثالثه، بقات بلي راكم ما استفدتوش من هذوك الصغار، لان الام ديالهم ما كايناش، غادي تموت الام ديالهم. يعني حاولوا انكم تعطيوها مسكينه فتره باش تسترجع الطاقه ديالها، هذا هو الموضوع ديالنا ديال النهار. بالتالي شنو كيوقع؟ ممكن انكم تضربوا عصفورين بحجر واحد، شنو هما؟ وهو صحه الام السليمه وفطام ذو وزن جيد. هذه يعني راها مجربه هذه القضيه اللي كنقول لكم، راه الا درتوا هذه الطريقه هذه غادي تربحوا الام وغادي تربحوا الصغار، عندهم مناعه مزيانه ما غاديش يبقاو يمرضوا لكم بزاف، غادي تربحوا انكم منين فطمتوهم غادي غير تزيدوه واحد الشهر اخر، ان منين فطمتوهم فيهم 850 غرام مزيانه.
الا غدزتهم واحد الشهر اخر وعطيتهم شويه ديال السيكاليم وشويه ديال الخبز الجاف وهذه وهذه، تخيلوا ان يوصلوا ل 2 كيلو صافي تما بيع صافي 2 كيلو في شهرين، 2 كيلو 2 300 2 400 صافي بيع مزيان جايه حلوه، وفي نفس الوقت ربحتوا الام. اذا هذا هو الموضوع ديالنا هذا النهار، حاولوا تفكروا في هذه الفكره مزيان وطبقوها ان شاء الله ما يكون غير خير. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، كنشكركم على التعليق الطيبه ديالكم، القناه راه زايده في الاستمراريه كما كتلاحظوا، راه العدد ديال المشاركين راه كيتزاد وكيتزاد بواحد السرعه الحمد لله والشكر لله. كنشكركم على الوفاء ديالكم للقناه، شاركوا الناس مع اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.